سيد رئيس الوزراء حضر اجتماع القاهرة لرؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية. طيب نحاول نفهم أكتر حول هذا الاجتماع وعلى حضور رئيس مجلس الوزراء لهذا الاجتماع. يعني أنت من العنوان هتقدر تقول والله ده اجتماع مهم جدا كبير بيحضره رؤساء المحاكم الدستورية بالقارة الإفريقية، فلازم أنت هنا هتسأل طيب وليه القاهرة هي ما تستضيف هذا الاجتماع ده؟ واحد، أهمية هذه الاستضافة في هذا التوقيت تحديدا إذا كان الاجتماع بيقام بشكل دوري في توقيتات محددة سلفا. ثلاثة، هي فكرة زيارة أو حضور رئيس الوزراء لاجتماع يشمل أو يضم أو المعني به رؤساء المحاكم الدستورية. خلونا ناخد معانا على التليفون كاتبنا الصحفي الكبير أستاذ أشرف أبو الهول مدير تحرير الأهرام. أهلا بك يا أستاذ أشرف. أهلا وسهلا، تحياتي لحضرتك وأستاذ أبو الهول. إزاي الصح أستاذ أشرف؟ أنا متخوف من الشبكة جدا، مش عارف ليه، حاسس إن الشبكة بتقطع كده، فهتقل على حضرتك واستأذنك انه يبقى المكان الشبكة فيه كده قوية عشان نعرف نستفيد من كلام حضرتك بالمظبوط. طيب استاذ اشرف، اولا مسألة اهمية استضافة القاهرة لاجتماع رؤساء المحاكم الدستورية بالقارة الافريقية. يعني بالتأكيد هو ضمن الجهود اللي بتبذلها مصر لدعم افريقيا على كل المستويات، مش الاقتصادي بس ومش السياسي بس ومش الاجتماعي بس، وإنما أيضا على المستوى القضائي على المستوى العدلي. النهاردة اللي كانوا موجودين في القاهرة في اليوم الأول للمؤتمر اللي تستضيفه مصر، المؤتمر السادس، هم رؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية. دول جايين يناقشوا قضايا في غاية الأهمية. المحور الأول كان محور المواطنة، المحور الثاني محور اللجوء والهجرة، المحور الثالث العلاقات البينية بين الدول الأفريقية. نفهم من كده إيه؟ إن جزء كبير قوي من هذا اللقاء بيحاول يعني أو من استضافة مصر لهذا المؤتمر هي بتحاول تعزز عند الأفارقة فكرة سيادة القانون، فكرة حل المشاكل سواء الداخلية أو الخارجية بالقانون، بالدستور، بالقوانين العليا، وده بيفيد أفريقيا بشكل كبير جدا، بيفيدها في جهودها من أجل التطور ومن أجل النمو، بيفيدها من أجل أن يكون هناك إحساس بالمواطنة في كل الدول الأفريقية ويكون في بينهم تعاون، والأهم من كده المشاكل البينية تحل بالقانون مش بالسلاح مش بالصراع. ويعني كانت كلمة اليوم السيد رئيس الوزراء ورعاية الرئيس السيسي لهذا المؤتمر دليل على الأهمية اللي مصر بتوليها لتغيير وجه أفريقيا، لتصبح أفريقيا أو الدول الأفريقية دول تحترم القانون ودول سيادة القانون، وبالتالي بيبقى سهل على الأقل لما دولة أفريقية تعمل مع دولة تانية اتفاق تجاري أو اقتصادي وحصل خلاف يحسم بالقانون مش بالصراع مش بالسلاح. مسألة يمكن ناس كتير جدا يستغربوا، طب وإحنا ليه بنستضيف مؤتمر محاكم؟ لا، إحنا هذه الاستضافة جزء من محاولة مصرية حثيثة لتغيير وجه أفريقيا. مصر بتحمل هموم أفريقيا للعالم أجمع، والهموم في كل الاتجاهات، والهموم ما يتعلق بالاقتصاد يعني جزء صغير، ولكن أفريقيا محتاجة بنية كاملة، بنية فكرية وبنية اجتماعية وبنية اقتصادية وبنية قضائية، وأعتقد أن مصر بتقوم بدور كبير جدا في عمل هذه البنية. طيب أستاذ أشرف، يمكن خلال الكام أسبوع اللي فاتوا دول إحنا لاحظنا أنه مصر بتستضيف أكتر من اجتماع ومؤتمر للقارة الإفريقية، يعني كله جاي ورا بعضه زي ما بيتقال، وهنا دايما بيطرح سؤال ما يعني
ما وراء التوقيت؟ هل هذا التوقيت بيشير إلى شيء؟ هل يؤكد على شيء؟ هل هناك أهداف من وراء أنه مصر بتستضيف مثل هذه الاجتماعات الكبيرة شديدة الأهمية المتعلقة بالقارة الإفريقية، خصوصا قبيل انعقاد مؤتمر المناخ في شرم الشيخ في نوفمبر القادم؟ هو بالتأكيد، هو يعني هذه الاستضافة والاستضافات السابقة لمؤتمرات أفريقية متتالية، مؤتمرات اقتصادية ومؤتمرات اجتماعية وماشية في كل الاتجاهات، يعني بتؤكد حقيقة أن مصر تعتبر نفسها أفريقية، تعمل من أجل صالح أفريقيا بكل شكل ممكن. مصر يعني إذا صلح حال أفريقيا سنستفيد كثيرا، وسيستفيد الأفارقة، سيكون هناك تعاون اقتصادي ضخم جدا وتعاون تجاري، وجزء كبير قوي من مشاكل العالم الخاصة بالهجرة غير الشرعية وربما الإرهاب ستحل، وجزء أكبر ما يتعلق بانتشار الأمراض والأوبئة وإلى ذلك، عملية كبيرة جدا ومهمة جدا، ويعني يمكن ما نقدرش نفصل سياقاتها عن بعضها من ايام الرئيس السيسي تولى رئاسه الاتحاد الافريقي والاتحاد الافريقي او افريقيا في عيون مصر. مصر بتعمل من اجل افريقيا بشكل مهم وبشكل يعني مؤثر على مستوى العالم اجمع، والافارقه بيدركوا كده. خليني اقول لك بصراحه انه فتره من الفترات كانت هناك محاوله لابعاد مصر عن افريقيا للأسف. ومحاوله يعني للادعاء بانه مصر ليست دوله افريقيه، وحاجات كتير جدا حصلت، لكن ما يقوم به الرئيس السيسي الان وما تقوم به مصر بتؤكد انه مصر هي عمق افريقيا وقلب افريقيا وراس الحربه في التنميه والتطوير، وانه رغم كل الازمات الدوليه والمحليه اللي ممكن نواجهها بسبب الحرب بين روسيا واوكرانيا وبين وقبل ذلك كورونا، مصر بتعمل من اجل افريقيا ومن اجل النهوض بها ومن اجل ان يكون سند لنا، يعني تكون هذه القاره سند لنا ونكون سند لها. طبعا، وده كان واضح من اليوم الاول. اولا اشكرك جدا استاذ اشرف ابو الهول، مدير تحرير الاهرام وكاتبنا الصحفي الكبير.